السنة دي احنا الرواية الستة بتتكلم عن فكرة الميوزك بوكس، اللي هو اللعبة الجميلة اللي كلنا بنحبها، واللي هي مرتبطة عندنا بذكريات حلوة ومرتبطة بالسعادة. لكن السنة دي هي مرتبطة مع نادر بقصة تانية خالص، ان هي هتاخده في مكان مختلف تماما، في مغامرة جديدة خالص. يعني عايز اقول لك ان ما كانش دي رواية نادر فودة الجديدة، احنا كان في رواية تانية خالص بتتكتب وهو بيرتبها. انت عارف ان انا طبعا انا مجرد ناقل للاحداث يعني بتاعت نادر. فحصل المغامرة بتاعت صندوق الموسيقى دي، فلقيته بيغير مجرى الاحداث بالكامل، فغيرناها ونزلنا بالرواية الجديدة. هي مرتبطة بانه هو سافر هناك، يعني هي مش متعلقة بانه اختار بورسعيد او حاجة. هو دايما لما بيجيله مغامرة هو بيروح لمكان المغامرة يشوف ايه اللي بيحصل، فهو سافر بورسعيد. كان الموضوع حتى وانت بتقرا هتلاقي فيه حاجات كوميدية مرتبطة باكلة سمك مش عارف ايه، بس هو لقى نفسه بيتساء في سكة تانية خالص، انه رايح بورسعيد علشان يكشف لغز هيحتاج من اللي بيقرا انه من اول كلمة يمكن لآخر كلمة في الرواية فعلا لازم يبقى مركز، لأن في بين السطور حاجات ممكن هو يقدر يحل لغز الرواية كلها لو هو بس مركز وهو بيقراها. احنا السنة دي نازل نادر فودة الرواية الستة، ونازل خبايا الكتاب الخامس، ونازل مجلد رعب كبير نازل في معرض الكتاب السنة دي إن شاء الله. هو بيضم مجموعة من خبايا وبيضم شوية حاجات كده مختلفة، فهيبقوا ثلاث أعمال نازلين في معرض الكتاب السنة دي إن شاء الله. والله هو دور الراديو 90-90 الحقيقة هو دور من أول يوم، يعني من بداية أول رواية لنادر فودة وبداية أول كتاب لخبايا. احنا بنتكلم دلوقتي في نادر فودة ست أعمال، خبايا خمس كتب، والمجلد اللي بيتعمل 90-90 هي الراعي الإعلامي لكل كتاباتي، كل حاجة أنا كتبت بيها قلم شديت بيها قلم في ورقة هي راديو 90-90 معايا. وزي ما بقول دايما أنا فخور بأن كل الأعمال ما بين نادر فودة ما بين خبايا ما بين برامجي كلها من خلال مكان واحد انا بنتمي ليه، وليا كل الفخر ان انا بنتمي ليه.